الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان المولاي السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير أنتم وليداتكم وطيوراتكم. إخوان كالعادة اللي تلتحق بالقناة الأول مرة ما ينساش يدير اشتراك، اللي عجبته الفيديو يدير جيم، يدير لايك وبارطاجي الفيديو، اللي ما عجبتوش يدير ديسلايك وخلنا كومونتير يقولنا علاش ما عجبتوش الفيديو باش نصلحوه لا كاين شي ما يتصلح. إخوان اليوم حنا نهار 22 شهر 12، شنو تنقولوا على 22 في شهر 12؟ أن نهار 21 في شهر 12 نهار تيبدا تيتزاد، دونك من 21 شهر 6 حتى البارح راه كل نهار كنا تنضيعوا دقيقة حتى جوج دقائق ديال الشمس ديال الإضاءة. دونك ابتداء من البارح راه بدات تتزادنا دقيقة ولا جوج دقائق. هذا من أول الحوايج اللي تيبينوا أن فصل الشتاء راه دخل، وثاني حاجة أن راه مابقينا مقالينا والو إن شاء الله ونبداو نفرخوا. دونك التفراخ كما تعرفوا الاخوان ان لا الكناري لا الحسون، عندو بالكناري بالخصوص خاصو على الاقل 12 ساعه ل 12 ساعه ونص ديال الضوء باش يدير واحد الانتاج اللي هو اوبتيمال كما تنقولوا. بزاف ديال الاخوان تنشوفهم مفرخين فهاد الفتره او من شهر 9 ولا شهر 10 ولا شهر 11، وتتلقى الاخوان ما دايرينش الاضاءه، وهذا خصوصا الاخوان المبتدئين. دونك ملي ما تيديروش الاضاءه تيموتوا لهم الوليدات بزاف. علاش؟ لان الليل طويل الاخوان اصلا، تنشوفوا كما تلاحظوا عند بزاف ديال المواليع وعند الطيور ديالنا كاملين ان في هذه المرحله تيكثر عندنا العرق الازرق. العرق الازرق اللي كما تعرفوا الاخوان راه 70% ديال الاسباب ديالو هو الجوع، لان الليل تيكون طويل عندنا مقارنه مع ملي تنبداو في شهر 2 شهر 3، الليل تيبدا تيقصر والنهار تيبدا تيطوال. دونك الاخوان اصحاب الكناري اللي ما دايرينش الاضاءه راه يزيدوا يصبروا شويه. نورمالمون الناس ديال الاوروب راه حنا تنبداو في 15 في شهر 3، 15 19 شهر 3، دونك تما فاش تندخلوا الذكر على النتوه وفاش تنبداو موسم التزاوج. وكاين الاخوان اللي عندنا في المغرب كاين اللي تيبداو في الاخر شهر 1 بدايه شهر 2، حتى هي راه ممكنه، غير كما قلنا بنادم يدير الاحتياط ويزيد الضوء الا كان عنده الضوء، الا كانت عنده لا بوسيبيليتي وخصوصا عنده ايمونيتري. الناس ديال المقنين، وهذا الشيء راه فات تكلمنا فيه في القناه وتكلمنا حتى في دونك حتى في الجروب ديال الواتساب. هاد المرحله كما تنقولوا 21 شهر 12 خاص على الاقل يكون عندكم لي كوبل توجدوا. دونك ملي تنقولوا توجدوا ماشي هي وجدوا، توجدتوهم يعني تتعرف ان هذاك الذكر راه تيتواكل ومفاهم مع واحد النتوه. باختصار الطريقه ديال اللي حنا معتمدين عليها اننا تنوجدوا دونك في مسرح، تنوجدوا فيه على الاقل 5 ولا 6 نتاول الذكر واحد ولا لجوج كره، تلعبوا بالخدمه ديال لي باك بالالوان باش حتى ملي نكون من عن بعد نقدر نفرز ما بين الذكر والنتوه اللي مفاهمين مع بعضياتهم. دونك هذه المساله راه تتكون من تقريبا من بدايه الغيار الريش، دونك من الاخر شهر 6 وبدايه شهر 7 تتبقى حتى ليومنا هذا. دونك هذه الطريقه حنا اللي كنا متبعين. دونك ملي تيجي 21 شهر 12 تنكون عرفت ان راه هذاك الذكر راه تي مفاهم ليا مع واحد النتوه. دونك من بعد تتبقى المساله سهله، يعني ابتداء من اليوم لصحاب المقني اللي ديجا وصلوا لهاد المرحله راه تنهز الذكر والنتوه ديالي تنعزلهم في مسرح كبير. لا كان عندي ممكن، لا كانت عندي الامكانيات، على الاقل يكون مترو في مترو، لما كانش راه بنادم تيخدم في هاد المسارح. في بدايه الامر نحاول نحط لهم غير قلازه وحده باش نخليهم القلازه وحده ديجا يقربوا من بعضياتهم، ديجا غادي يباتوا حدا بعضياتهم، دونك ديجا تيتفاهموا اكثر. تدوز تقريبا ثلاثه الاسابيع ومن بعد تنبداو تنديروا السيباراسيون، وما تيبقى لا تيشوفها لا تتشوفوا حتى تنوصلوا ل 13 ساعه تقريبا ديال الضوء، وديك الساعه هضره اخرى. المهم الاخوان هذا غير تذكير. دونك موسم التزاوج ديال السنه المقبله راه ما بقى ليه والو ان شاء الله. حنا شخصيا حنا هنا في فرنسا دونك راه باقي تقريبا نقولوا ثلاثة شهور تقريبا. دونك الله يدوزها على خير، الله يحد الباس كما تنقولوا. انا راه عندي واحد النتوى، عندي واحد المشكل، هي هنايا نتوى كبيره شويه فلاج، ما رجليها باقي تتحركهم وكل شيء، ولكن ديما ساده واحد الرجل، مع العلم ان راه ما عندهاش مشكل في الباقه
والرجل هاي يعني باقا حيه، ماشي تقطع عليها شي حاجه ولا مابقاش يدوز فيها الدم، يعني الرجل باقا حيه. كما تعرفوا الاخوان، الرجل ملي تيوقع عليها شي مشكل، وهاد المساله راه عندي هنايا في جوج نتوات، هاد الجنتوات راه ما عندهمش، كل واحده عندها غير رجل واحده، وهاد المساله تندوبوا فيها من بعد. ايه والله يهدينا، الله يهدينا، وتبارك الله تبارك الله على المهم، ما علينا تنهضروا في المساله من بعد. دونك الله يحد الباس، الله يخرج الموسم باقل عدد ديال الضحايا. بين قوسين في الذكوره ديال المالينوار راني تنوجد نورمالمون ان شاء الله لاخر كونكور غادي ندي ليه الطيور. دونك اخر كونكور غادي ندي ليه تقريبا الطيور، بالخصوص اللي ما عندهمش فيش دوشو. الغرض حنا ماشي بغينا نربحو الانجازات، راه الحمد لله كلشي داز على ما يرام، وان شاء الله غادي نديرو فيديو باش ندوه فيه بالملخص، يعني بطريقه معمقه في لي ريزولطا وفي لي كونكور اللي دوزنا ان شاء الله. داكشي اللي تنتسنى حتى ندوزو هاد اخر كونكور. كنت نقول لكم راه ان شاء الله غادي كتاب، غادي نتلاقاو مع السي محمد السودي. السي محمد السودي عيط لي الاسبوع اللي فات ما غاديش يجي للكونكور الفرانكو بلج، دونك ما كتبش لينا نتلاقاو في هذا المده ديال الكونكور. ولكن ان شاء الله راه نحاولوا نديروا عنده شي طلعه لا كان ممكن. هو راه يعني هو اصلا اللي اقترح هذه المساله، اللي قال لك لقدر تدوز دوز، وحنا نحاولوا ندوزوا ان شاء الله كل شيء بتيسير الله. دونك هذا ما كان الاخوه، راه حنا تنوجدوا لاخر كونكور باش ناخذوا فيه لي فيش دو شون ديال الطيور اللي ما مشاوش قبل، ومن بعد نديرو واحد الوقفه على الموسم كيفاش داز، ونعاودو نتكلمو ونقولو اشنو درنا واشنو ما درناش، ونتكلم لكم على لي سوش اللي خدام بهم اللي جايين من فرنسا ومن المغرب. مع كاين بعض الاخوان تيتكلموا على دي سوش اللي ان لا سوش ديالي اللي خدمت بها العام جايه كامله من المغرب، هادشي غير تفاهات اصلا، هضره ديال بنادم اللي ما متابعناش لا في الواتساب لا في اليوتيوب، وتيجي بنادم تيبدا تيقول شي حوايج اللي يعرف بما لا يعرف ويتكلم بما لا يعلم. اي والله لقينا ما محسن منا. المهم الاخوان تبارك الله عليكم، ما نكثرش عليكم، ديجا وصلنا 7 دقائق. نتمنى والله الاخوان يكونوا شافوا الفيديو كامل، نسالكم الدعاء، وتحيه لكل الاخوان تبارك الله عليكم، الله يسهل الامور. السلام عليكم.